موضوعنا اليوم انتشار وباء الكورونا في بلادنا، عافانا وعافيكم الله. منذ بدء انتشار هذا الفيروس إلى هذا اليوم للأسف سجلنا تقريبا 5500 حالة إصابة مؤكدة بهذا الفيروس. كذلك منذ وقت فتح الحدود، نحكي من 27 جوان الماضي إلى هذا اليوم، سجلنا تقريبا 44 حالة وفاة. أنت كمواطن تونسي شنية رأيك في أرقام كما هذه؟ برشا مواطنين اعتبروا أنه فتحان الحدود غلطة كبرى ارتكبتها الحكومة التونسية. هل تعتقد أنه العودة المدرسية باش تكون الغلطة الثانية اللي باش ارتكبها حكومتنا التونسية في محاربتها لمثل هذا الوباء الخطير؟ والله إيش باش نقول لك، معناها احنا كشعب مانيش واعيين. معناها تلقى مترو يركب 150 تلقى فيه 600، ابسط حاجه معناها حاجه عاديه باش تلقى الكورونا ماشيه في تزايد، فهمتني؟ اثنين، اللي الدوله التونسيه ما عندها ما تعمل، ما تسكر معناها تبطل على العباد قرايه ما يقراوش. احنا من ربي معناها مانيش قارين. هما دخلوا في عطله مطوله، لكن راي الاغلبيه انه يعملوا اجراءات وقائيه حقيقيه، يعني مش تفدليك. وين عايشين احنا في تونس ولا؟ معناها انا اجراءات وقائيه، احنا عايشين غلطة كما قال الاخر، نخدروها ونسكروها والدنيا، احنا عايشين غلطة في تونس. معناها ما باش نزيدوا، ما باش تزيد كورونا باش تزيد تمرض العبيد وباش تموت برشا عبيد وكا هذيك. تعتبر فتحان الحدود غلطة والعودة المدرسية غلطة أخرى؟ إي بالطبيعة غلطة. بالنسبة لكورونا هي ربما معناتها الحرب رقم ثلاثة في نوعية الحروب اللي يستعملوها الناس المتحكمين في النظام العالمي. بمعنى آخر، المنظومة العالمية اللي تتحكم في دول العالم بأسرها وبما فيها الدول المتخلفة كيف تونس مثلا، هي حرب بيولوجية. ومن ثم كورونا بكل صدق تصبح بدعة مقارنة بما يعيشه الشعب التونسي من تفقير ممنهج ومن تجهيل ممنهج ومن هكذا عزل هذا عن الآخر وعزل هذه عن هذا. ومن ثم ما زلنا كان مسألة التباعد يهم قاعدين معناتها يصدروا فيها من حي إلى حي ومن نهج إلى نهج ومن ريف الريف، لدرجة أن كورونا أصبحت تفزع منها جميع العائلات التونسية. وأنا بكل صدقة لم أرى يوما هكذا واحدا أصيب بهذا المرض وذهب ضحية لهذا المرض. بمعنى آخر اش تحب نقوله من الأخر، خلاص الوهم ماذا اللي عايشين فيه الشعب، ركبتوا عليه وهم على وهم، ولينا حاملين توا نوعين من الأوهام، وهم التمييع والتجهيل متاع المواطن باش ما يتولهاش بالقضايا الجوهرية متاعو، والوهم الثاني هو الخوف من كورونا. وهكذا يصبح المواطن في الشارع التونسي يعاني علتين، واحدة يلقفها على اليمين والأخرى يتناولها على اليسار. كنا مسيطرين على الوضع قبل شهر جوان، ومنذ فتح الحدود تغيرت المعطيات وأصبحت النسبة مرتفعة جدا وتتكاثر من يوم إلى آخر، والسبب هو فتح الحدود. لو لم نفتح الحدود وتريثنا قليلا لما وصلنا إلى هذه الوضعية الكارثية، والتي أقول وأنها ستتكاثر خصوصا عند العودة المدرسية والجامعية. بالنسبة للأرقام هذه أرقام مفزعة ياسر، على خاطر فما حاجة بالنسبة للمواطن عنده دواء تو كيف أنا عامل كمامة، فهمت كيف؟ والكمامة معناتها حاطتها كي نبدا في أون بلانير معناتها ما نستعملهاش تقريبا. أما كي نبدا في مثلا في تران ولا في كار نستعمل الكمامة. هنا فما الاستهتار كبير ياسر، فما برشا عبيد توا يعني قاعد نشوف ندخل المساجد نشوف فما لي جون ما يستعملكش لا زربيه لا كمامه، فهمت كيفاه؟ هذا قله وعي. واذا وحنا القضيه معناتها حكايه اللي الحدود وما حدود باش نتعايشوا معاه المرض هذا، ماهيش باش نهربوا منه. على ما اذكر قلت لي سيتك رجل تربيه، رجل تعليم، طبعا شنية تعليقك على العوده المدرسيه هذه بالتدرج على ايام حسب الاقسام، خاصه وانها اقترنت حسب راي الاولياء بعدم وجود يعني اجراءات وقائيه فعليه تطبيقيه؟
بربي سامحيني لهنا هو فعلا ترداد للسؤال متاعك انت تو بالحق ماشي في بالكم انه هالمنهج اللي اخذوه المسؤولين فهمتي على التربيه والمشرفين والمسيرين على التربيه المشرع اللي فيه هو فهمتي في التربيه زعما جابها من راسه الوضعيه ذي والحل هذا اي طبعا هو ماله كان تابع من التباع وقتاش فزعنا نحن في يوم ما وعملنا منهج لارواحنا وعالجنا مشاكلنا وامراضنا بيدينا بمعنى اخر ان الامراض فعلا التي تلقى على هذا الشعب اصبحت هما اكثر من كورونا وهذا التدرج اللي يقولوا عليه في بدايه مفتتاح السنه الدراسيه بلاش منه خير صديقي بمعنى والله انا عيب انا وليت شوف له اقسم بالله الشارع التونسي تشلك الى حد انه المثقف فيه اصبح معنا ينداس هكذا في الارجل وما عنده حتى قيمه شكون ما قاعدين يدبروا علينا هاذم بالحق زعما هاذم علماء فهمتني في الصحه علماء فهمتني في المناهج التربويه كل شيء قاعدين نستوردوا فيه حتى منهج كيفاش ندخلوا ذرينا للقرايه يهملوا يدخلوا فيه الجهات المتحكمه في تونس. انا من مارس انا هوني قاعد نسمع في اخبار وكل شيء وان شاء الله يا ربي نقصد ربي غدوه نروح لباريس اما لكن مروحه وحزينه على البلاد خاطر البلاد شبه ليليانه فهمت مع دي الزهر قد ما تعمل اما هذه هالارقام ما نكذبش عليك انا تخلي الشك اسكا صحيحه ولا لا ما نعرفش ذول اللي كاينهم قاعدين يعملوا الارقام على كيفهم اليوم 110 غدوه ما نعرفش حاسيلو انا عندي كيما حكيت انا وبنتي وحكينا وعندي هكا خبره وناقشوا راهو مع بنتي تقولي ساعات ما صدقش اسكا ثما كورونا ما فماش والله العظيم كاينه دخلت في حكايه البوليتيك كاينه ما نعرفش مره سكروا حدود مره ما سكروش معناها خلاونا معلقين مش عارفه مانيش موافقه على العداد لا صدقني كنت تقول لنا على الاجراءات اللي تسبق السفر اي مواطن الى فرنسا انت مواطنه تونسيه مقيمه بفرنسا غدوه باش تسافر طلبوا عليك تحليل قبل ما تدخل فرنسا ولا لا؟ لا ما طلبوش عليا انا مره الاخرى كيف طلعت جويليا 3 جوي عملته وحدي جبته في المطار قالك لي ما مرة هذه هني قاعدة نستنى ما عملتوش والله أولا أنا في منطقتي نسكن في المرسى يقولوا فيها موظفة فيها ثم بعض الأحياء قالوا موبوءة جملة واحدة أنا ما ديتش شكون مذيذ دونك نحس اللي ثم مبالغة في الموضوع ثم أنه مش معقول أنه على أربعة ولا بضعة حالات كما تحكي باش نسكروا بلاد كامله جذب 5500 حاله وتوا عندي اصدقاء ايطاليين قالوا راهو ما عادش تقتل القاو دويات وكذا جوست كان اللي عمرهم 70 فوق هذوك اللي يلزم يحتاطوا بالنسبه لنا احنا انا يلزمنا نتعايشوا معاه ما عندنا حتى حل الكونفينمون جذبناه 300 الف بطال نزادوا على المليون ولا زوز ملايين حتى الشيفر نتاع البطاله ما عندناش شيفر صحيح ماذا يقولوا عندنا مليون بطال ماذا يقولوا مليون ونص ماذا زوز ملايين زاد اصحاب الشهيد البطاله ماذا يقولوا لنا 300 الف ماذا 500 الف ماذا حوالي 700 الف ماذا بينا يعطونا الارقام الصحيحه قداش من بطال وقداش من بطال من ضحايا الكونفينمون. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اسال الله ان يعافينا من هذا البلاء وفي القريب العاجل. كما يمكن أن يكون ابتلاء من عند الله لا يمكن أن أقول أنه فيروس مصنع أو ما يشابه ذلك كله ابتلاء أيضا يعني بالنسبة للأرقام قد أكون يعني من قلة يعني حماية الناس يعني لأنفسهم يعني الابتعاد والوقاية. شنية تعليقك على العودة التدريجية العودة المدرسية نحكي بالتدريج اللي هبطتها البارح وزارة التربية على صفحتها الرسمية كل قسم في نهار خطة باهية هذه المواجهات الكورونا؟ أولا أنا نخدم في التعليم أنا بخوف دونك ليه يزينا من البطالة ضربنا من نص مارس لتو ما خدمناش فدينا من القاعدة يلزمنا نرجعوا ما يسالش نرجعوا بالتدريج ما ثم حتى مشكل أما يلزمنا نرجعوا يزي من العطلة العطلة طوالت وابخيتو ما تفرجنا في الفيسبوك في اليوتيوب في التلفزة فدينا نرجعوا نخدموا على رواحنا غيرك يلوج على هالعطلة هذه
لا لا، ثم ناس ما تحبش تخدم، هذيك مشكلتهم. ثم شكون عامل حتى لونغ دوغي بثلاث سنين. وعلى فكره وزير التربيه اللي في الحكومه نتاع اللي قبله فخفيخ كان استاذ فلسفه يظهر لي، وضارب عام لونغ دوغي ديجا، هو الوزير ضارب عام لونغ دوغي. دونك تبارك الله. شي مريض عنده ملف طبي؟ لا لا، ينجم يكون، اما برشا من زملائنا يروا فيه قدوه. تعتقد انه العوده المدرسيه والجامعيه باش تكون الغلطه الثانيه، خاطر فتحان الحدود اعتبروه مجموعه من المواطنين، اعتبروه الغلطه الاولى اللي ارتكبتها حكومتنا واللي قاعدين نجنيو توا في نتائجها الكارثيه، العوده المدرسيه والجامعيه باش تكون هي الغلطه الثانيه؟ طبعا هي الغلطه الثانيه، لان الاختلاط بين التلاميذ والطلبه لا يمكن السيطره عليها، ولو لا قدر الله يكون طالب او تلميذ يحمل هذا النوع من الفيروس فطبيعي جدا سينتشر داخل المدارس وداخل الكليات وداخل المعاهد.